السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. الواحد من ديسمبر للعام 2022، انطلاق مهرجان الملك عبد العزيز في نسخته السابعة بعمقنا التاريخي وحضارتنا المتأصلة. من أرضنا المعطاة لا نتنكر ولا نتجاهل ولا نميت معالمنا الأثرية، نحييها دائما وأبدا عبر مناسباتنا الاجتماعية، نتباهى بها أمام الملأ أجمع ونتحلى بصفاتها لتزداد عزيمتنا في خوض غمار الحياة. أطويق نجد جبل تربع في قلب شبه الجزيرة العربية، وقمة مر بها أحداثا تاريخية وكانت القمة شاهدة عليها. وعندما صعبت الأمور وتشابكت الأحداث في الساحة العالمية، خرج الملهم والقوي الأمين ولي العهد ليشبه همة شعبه بجبل طويق، متحديا العالم أجمع بشعبه وهمته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين من أرض الصياهد، من مقر مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، المهرجان الثقافي الرياضي والاقتصادي الاجتماعي الذي يهدف إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، برعاية ملكية أبقت موروثنا الشعبي حي ومتجدد، وبدعم سخي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، ومتابعة مستمرة وإشراف من قبل ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود المشرف العام لنادي الإبل، النادي الذي يواكب العصر الحالي بالعمل المستمر في تطوير المنافسات واستحداثها، مما جعلها ذات طابع عالمي. فالأنظار اليوم تتجه نحو صياهد رماح، وفي كل نسخة تنطلق من على ميادينها، وبالعمل الاحترافي يحقق النجاح الباهر الذي كان ولا زال خلفه رئيس مجلس الإدارة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين. متوكلين على الله، ينطلق مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة همة طويق.